النهارده هنعمل ليزي كيك بطريقه سهله جدا. بسكوت ساده 350 جرام، كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، كوبايه نص كوبايه كاكاو خام. للتغطيه هنحط ربع كوبايه لبن، كوبايه شوكولاته مبشوره خام، مكعب زبده، فانيليا. ادي اللبن، وادي السكر، وادي الكاكاو. ودي معلقة فانيليا. هقلب كله على بعضه كده لغاية لما يتقل، وبعدين احطه على البسكوت. ادي هو الخليط عملته، هحطه على البسكوت. وهقلبه. هقلبه كله كده لغاية لما احس ان كله ايه اتكور مع بعض، والبسكوت شارب الشوكولاتة بالكاكاو. ممكن احط عليه شوية شوكولاتة كده من المبشورين، وهجيب ورق زبدة واحطه كده، هلفه. هقوم حاطه على ورق الزبدة عشان اعمله زي الرول كده. بس انا لفيته في ورق الزبدة اهو، هحطه في التلاجة 3 ساعات وبعدين اطلعه عشان احط التغطية عليه وبعدين اقطعه. احط اللبن، شوكولاتة، حطيت ربع كوباية اللبن وعليها كوباية الشوكولاتة وقلبتهم مع بعض، وحط عليها الزبدة للتنميع. هحط عليها الشكل النهائي بتاعها اهو. حطيت عليها الشوكولاتة اهي، خلاص الشكل النهائي اهو. لو انتي مش مشتركة في القناة اشتركي عشان يوصلك كل جديد.